بابا انت كمان تعا معنا، خلينا نطلع باليخت مع بعضنا. الله يخليك. منمر لعند عمتي بطريقنا. بروح معكم مرة تانية، روحوا انتو. انا ماني رايحة اساسا، انا بالاصل ما كنت رايحة. خلي مهند ياخدك. اف ياه. الو. مرحبا عدنان بيك، انا فيروز. فيروز خانو، اهلا وسهلا، كيفك؟ منيحة، اتصلت فيك لحتى اتشكرك. ما بتعرف قديش جيتك على العرس، خلتني انبسط ودخلت الفرحة عقلبي. هذا من ذوقك فيروز خانو، شكرا لك. مهند، عم تناديلي؟ شوفي، غيرت رأيي، رايحة معكم. صاير شي يعني؟ في موضوع بدي أحكي معك. أنا تحت. إيه والله كان شي حلو، وكانت الحفلة كتير حلوة. كل شي صار جاهز مهند بيك، وهلأ عم نحضر الأكل. تمام، يسلموا. أنا كتير سعيدة لأنك انبسطت في الحفلة، معناتها تعبنا ما راح الفاضي. كأنه اليوم التقيت أنت وسمر؟ إيه والله التقينا. وصلني سلامك. كويس. كأنه صلنا زمان ما قعدنا وحكينا عدنان بيك، هيك ما بيمشي الحال بنوب، لازم نلتقي أكتر من هيك. أكيد لازم نلتقي. بعد بكرة رح تسافر بيسان وجوزة، لهيك رح نعمل عزيمة أكل بسيطة عنا بالجنينة. كتير رح كون سعيدة إذا بتشرفنا، وكمان بتجيب معك الأولاد. رجاءً لا تخجلني. طيب شو رأيك نعملها عنا بالبيت؟ عندكم بالبيت؟ إيه، أنتوا كتير تعبتوا بالتحضير للعرس مبارح، وأنا حابب ريحكم شوي. طبعاً هذا إذا بيسان وزوجة بيقبلوا دعوتي. قديشك إنسان مزوق. ولا تنسي سمر طبعاً. شو قلتي؟ أكيد رح نجي ولو؟ كثير منيح، ممتاز. المساء أنا بانتظاركن. تمام، وأنا رح خبر الأولاد، والمساء منلتقي. أهلا وسهلا، مع السلامة. إيه؟ عدنان بيك عازمنا اليوم لعنده على الفيلا. شايفتك ما بتضيعي وقت بنوب. إذا ما أنك حابة لا تروحي، أساساً هو ما عزمك إلا رفع عتب. لا عن جد، بس عيب إذا رفضنا عزيمته. ليكي سمر، إذا بدك توتريني لا تروحي بيكون أحسن. عدنان بيك زلمة منيح، لا تخافي ما رح خليه يتضايق. يعني إذا رحتي على العزيمة ما رح تعملي مشاكل؟ نهائياً. إجا المحامي فيروز خانة. خلينا نخلص من هالموضوع اليوم. رح فوتوا على الصالون. ماشي، رح بدل تيابي وإجي. هي وبناتها وسهرة أربع أشخاص يعني. مرحبا. أهلا وسهلا. رح نحكي بالشغل سمار. بعرف، ما أنا شريكتك بالشغل يا ماما، وشريكتك بالشركة، شريكة بالخسائر كمان. تفضل. شو في أخبار عندك؟ مع الأسف رفضوا طلب القرض اللي قدمناه. كنت متوقع هالشي، لأنه أساساً ما عاد في مصرف إله ثقة فينا. على العموم ما عدنا بحاجة لنسحب قرض، يوم التنين رح يجيني شوية مصاري. لسه فينا نماطل مع المصارف فترة منيحة. الحمد لله، المبلغ محرز؟ ماشي حاله. ورجيني هالديون يلي علينا. حتى المصاري اللي أخذتيها مني هاد ما بتكفي لتسديد ديون؟ ايه ما بتكفي. لهالسبب دعوة اليوم كتير مهمة بالنسبة إلنا يا سمر، مشان هيك عم قلك تصرفي بطريقة لبقة مع عدنان بيك. أبوكي راح وما تركنا إلا الديون وفوائدها، وأنا عم حاول إنه نوقف على رجلينا، عم حاول حافظ على باقي الشغلات اللي بنملكها. ف
فيك تقولي يلي بدك يا عني، بس أنا وين ما رحت وشو ما عملت بكون منشان مصلحتكن أنتو. إذا تبهدلنا مرة تانية رح انتحر من دون ما أفكر ولو لحظة. Thank you.